اختار. سلو كان لا غون مقراد انتردانت اللي تيوس كان غسد السويسيناد اس ايغرونس كان ان شاء الله الذي تنقول تبت نادي اخر رازن نادي اخر رازن شارك دول انت تغون مقراد واش كتغلم دين دي وقاعد يرفع درو داي تماس غير دخل دان ما راه دخل نيت فور مقراد انت بدنا نادي هاد ما راه نيت فتي الشور كان مغيد غير كان دولا اللي غديت في تمدن اللي كاني مبتدئين تاف دميد اللي كاين كيكان وكنس تزوري توسنا ديال العدد نتغاوسوين غير كانت الفعاليات الجمعويه نتكاد مرحبا بك. رسلي مير عمدوك ابراهيم رسلي مير كلو غير حاضر من غاسات غمس من المقارد نشكر كل ولي اللي كان سبب لي غدوش كيغسرس غاسات جاي يا واسم قرم اللي حاضر غو المقارد امير كيستيم ديال زينينو فعلا ماشي غير مدينه نوكادير اللي تعرف على سبب انسان تعرف على مجموعه من دياز نكيس غساد يعني تعرف على بزاف مش متسبق الانشطه تميد من المسرحيين اللي سكنين عند ورشات المسرح الارتجالي فائده يعني التربويه اللي يعني الحبيت غساد تذكرت الى الختام الختامات اللي غنسفل دي الشعراء انا نقيس نتيم ديال زاسم فولكينين نسفل ديال المسرح نسفل ديال الموسيقى نسفل ديال توك من الحوايج اللي فولي بعرا فولكينين لا غيوجاني نسن دانيني بلي بلي الثقافة غتوسنا غمسن من المغرب فلاسول فلاسول ديال خصها تي سيليا الدعم شكون لان 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 ميدن اللي دارت لها الموهبة ديال خصها غير ما تدعم باش تفكين توك من الحوايج. ونتمنى ديال اللي تشارك في ميزة ديال زين المغيد يعني اسول دي ميكفيخ في النم فهاد ميد لو كومور السن اتسن ما تسكار دي زهر دي مديا زين وداس كان كان تغوص من يضنين اسول دي ميكف يخف النم وانت بالا ديا فهداك ميسا من الميدان اللي كومور السنين غاني الأدابة غان الشعراء غاني مديا زين غان ايد باب وسن في العلم ناديا تقايا تمديا زدغ لمدين تقادير التراغ الشعر كيغ استاذ في مدرسة خاصة اسكار غير على خطر البوطاجات اللي بعد نتكال ناديات جايات طالبة اللي يمزن سكاس لي الإجازة غمس الأدب العربي جامعة الزهر للأدب العلوم السريع وكادير كاين حاضر توكت الملتقيات اللي قسم الملتقى الدولي لإبداع مراكش الملتقى الجهوي مراكش كذلك الملتقيات نتيزنيت أسكر كنشيس الثقافي مجموعة من الملتقيات مجموعة من المهرجانات الفنية كذلك أسكر الطبوي لفائدة التلاميذ مجموعة من الاعداديات المدارس المؤسسات واخا ارتفع الى جمعويه بعض الجمعيات واخا غوش كتقول له افاد ذلك ميدن جوست كرت كران ديوان اللي راه دام ديغومو فهذا كيسرات تيغاو سويني سواء تغارس اللي سرات سكان ميد الاداب ولا تيرا غي كان دولا غالم صراحه توكت انت غاو سويني يضني ايتيا قال دوسنا في غد الابداع الابداع قلت لا العقل نو يعني تكنخير العقل باش تسكر ين الديوان ولكن يعني غير دخلت قصه الصفحه الفيسبوكيه لقيت نشر مجموعه من القصائد رسموا غير القصائد نو اللي كانت ازيد من وكار القصائد اللي سكرت بزاف اتمنى يعني غوانو ريا كوبرا كنت سمون سكر قسمت يعني ين الديوان باش اضافه نوعيه للساحه الفنيه الذي اذكر المسرح ولكن الجامعه كتبت المسرح الجامعه كانت في الفرقه بيناتنا يمكن الطلبه وكنا نذكر المسرح المنتدى اللي كيرقي سابقا منتدى فريق البحث الطلاب الانسانيات اللي داري لها السبب اللي قالت هي سبب باش تكشف النادية في ميدان الابداع درتو حتى مجاني الادب كذلك حتى انت مجموعه من 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 المنتديات اللي غنخاط اللي نشكر ميت اللي في الناس اللي يشوفوا اشكو سبايين نادية نادية تعرف من خلالهم على مجموعه من الفعاليات اللي سواء خصوص نقد خارج خصوص نادية اسات بيان يمدن الوقت اللي لا كل شيء غونش كاد غو بنسن سارت سكار الاداب سارت سكار تيم ديازين سارت سكار توك نتغاوسي وين نادية يسات بان يسات لكم ان مقارن ان مقارن ان غلان افاد اتيوسان دي سليميك يعني اسكوس دميد سواء غلي اعلاميين
سواء غميد الأدباء اللي مقورنين ولا الشباب اللي حراد صنف اللي انت ودانسن أفضيليا توجه غدار نادية إميد ناد تمزولا تات توكت نسيت فيه ونغدار ميد ليست زويرين سوبر أزاد أفضلت لكن انت زدت تتمين دي 82 اللي كان إدباب وصنف له الإبداع دا تمدياست سيط سيفتو معنا يا ملي كيكون ارت حضر الى كون نايت شكرا للدعوه كرماني ضروره دا حاضره اشكو كاين غنيه الابداع ناديه ارتست فتو اشكو كيما مثلا دينا غادي نلعب اللغه العربيه الابداع هي يسري في عروقي يسري في دمي جسدي ناديه ارت يمكن يوميا ضروره دار كرانت مزياز داميت لي سن ناديه غما سنصحاش في الفيسبوك غادي راه ديني غايات راه ديما الشهر راه ديما الابداع نيتي هكا كتهرات كرانت مدياز ام دياز انت ازدي توكتي مدياز نرى خطيني نكيني غي تقلق الحالة تارا غنغديان يعني ناك فرحة غا تارا يعني ناك زودي قلقا زودي فرحة يعني نرى غي تيني ودي نكيني خصا ديني ختمة وفتاه صامة البحر فدا تارا يعني ناك ودي نكي خصا كرا ودران يعني ناك تزون مدياز ويا ديضني نرى غي تيني كي إلا خصا ديخ طاكسي أريد طار ما يدغار هو غيونو غيني ترقس زميم غار تارا مشكل يعني رتنت من أقور أري سوال ارتيميد الله يستر حقا ينسي سوال دو غيونس ولكن تنا ريتفا كلا الإبداعات اللي ورت انت في غماني يا ضنين ما نقيس انت تقى نادية دمان تغارس الطيرة نادية دمان زاز تغارس غاز دطارن إيوالي وناد دلي بدا عاتي دولان نادية كي قلت له خسر ترى يعني لكن لوقت ناد يعني ولدك حتى الوقت اللي غايت تشكل إلها وإنما كل مرة نادية ترى ماشي هذا كينا غنكي قلق غرادة رغم سواء قلقة سواء فح سواء أنا ناقي غاية نادية ارترى اشكو الابداع قالت الحاجه اللي نادية سدرين كبيره دا ولد كاين ولكن الاغلبيه منتصف الليل اشكو منتصف الليل قالت يا المكان يا الوقت اللي جات الوقت اللي غاد تفق اللي غادي تبدا يا قبل ما نسوق ايون سياك ساعتين صافي كملت قلت لي وري وين ارتينيت هي الداسي اسرى ارتيني الهدوء ارتيني في الساس ارتيني الهدوء ارتيني في الساس دارك تعرفوا دان كثير يدفق الشعور يا اخي ستيني اللغه العربيه كنا ساعتين تمدي ازينك فالنادية غي كانت تقا نكوفي غكينا تاع اشكو الكتابة تقايت ماذا كانت تقايت دواء لكل لغة واخا قلت ما نادية نرجو ما يظنم كل اللي توريس تغاو سويت كل اللي لا نغوك نسنم ادريت تما ينغار غي كان نرجع نسيت رغبابي قنوان افاد اتكتلم درست ايتوك التلميذ دان تغرت خطايات بلا كمين فاد اللي بدا عن غا تلوح اشكون السن يلا هذا ما يتي ونان وريت تيارا اي اللي اختك لاح غي كان ولكن غيلاد الحمد لله هاد الزوين غيلاد هاد لي راديو هاد القنوات هادي العدد نسقيوين اللي زرنا يسلك ميا تاقولي كانت مقالو تلت مناديا يمس في دندي مزرايا اللي غي زران غي كنت ضدان كيوين راديوهات بيتي زياد نيت كنت ارسل من راديو اتبير تابعنا الموسيقى الثقافيه الحفلات الفنيه في المهرجانات اللي كانت المتنفس اللي كانت من بين المتنفس الجمهور المغربي باش يعني هذه بروس موهيمنت شكرا بزاف للصحافه اللي تكون مش كنغصد صغل المجموع المدن المناطق المغربيه باش تحضر لي الملتقيات كل سنين من الحضور الكريم للناديه غصاد افكاسيه القوه باش تواصل المسيره الابداعيه وكنا نتمنى غاية الحلم إنه إن شاء الله اللي لم تبينه إن شاء الله داري تحقق قاري تحقق ولكن نتمنى غادي أدي 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 تطور حلما ليصير يعني إسراء داخل من ذي ميك ثوار جيت اللي تريد أن يحقق ميك جيس ثوار جيت كنا مفاجأة تتقد أسود الحياة كله تياك أكيد أكيد تتقد أسود الحياة يعني وانا السنة دي ماني كسرت سولد يعني ماني كسرت يعني ماني كسرت تلقى يعني طبيعة الحالة دي السنة ترانا دي فشكرا شكرا بزاف استاذي اللي غادي تذكرت يعني لقاءات اللي تذكرت اللقاءات اللي فولكين اللي بين غيميت من جمهور راديو اتبير راه نتمنى مسيره موفقه سواء خارج وداخل الوطن شكرا شكرا تحيه من القلب لجميع الجمهورين سواء الصفحه الشخصيه في الفيسبوك كل ما يسمى ديا شكرا بزاف اركم بارن سيمير اركم انت الغرام نترجو التوفيق ان شاء الله نرجو ديما من غور إيموس صوتني يا دنين هو صنف لول غماد ديك كان قدامي يا رب